السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن العبادة أنواع كثيرة متنوعة، نذكر منها عبادة الدعاء، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقد دلت هذه الآية على أن الدعاء عبادة، فمن صرف هذه العبادة، هذا الدعاء، لغير الله فقد أشرك بالله وارتد عن دينه. وقد قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. ولذلك أخي المسلم، اهتم بهذه العبادة العظيمة. ومن هذا الاهتمام أنك أكثر من دعاء الله عز وجل، وكن داعيا لله جل وعلا، مقبلا عليه سبحانه وتعالى، ملحا في دعائك، وتوجه إلى الله عز وجل، إلى الله في دعائك، وألح واسأل الله المغفرة وكل ما تحتاجه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. ثانيا، اغتنم أوقات الإجابة ومواطن الإجابة، فأكثر من دعاء الله في تلك المواطن وفي تلك الأوقات، ومنها بين الأذان والإقامة، فأقبل على الله داعيا بين الأذان والإقامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مستجاب بين الأذان، بين النداء والإقامة. وقال: الدعاء لا يغد بين الأذان والإقامة. ومن أوقات الإجابة ساعة الإجابة، وهي من بعد العصر إلى غروب الشمس في يوم الجمعة، وهي قليلة، أو من صعود الإمام إلى انقضاء صلاة الجمعة. فاستغل هذه الساعة وادعو بما أردت من خيري الدنيا والآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن فيها ساعة لا يوافقها مسلم يدعو إلا استجيب له، وهذه الساعة في يوم الجمعة. وأيضا هناك كل ليلة ساعة في الليل يستجاب فيها الدعاء. ومن أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر، فاستغل هذا الثلث ولا يفوتك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ينزل الله في السماء الدنيا لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. فحاول أن تقوم في الثلث الأخير من الليل وأن تدعو الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة، وأن تسأله ما شئت. ومن مواطن الإجابة السفر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد لولده، فادعو لولدك، وإذا كنت مسافرا فأكثر من الدعاء، وإذا كنت مظلوما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، وفي لفظ: ودعوة الوالد لولده. ومنها دعوة الصائم، فإذا كنت صائما فأكثر من الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات لا تغد، وذكر منها دعوة الصائم. ادعو الله مما نزل ومما لم ينزل، إذا نزل بك شيء فادعو الله أن يكشفه، وادعو الله بأشياء ما نزلت بك، نعم، أن الله يقيك منها، وادعو الله طالبا ما شئت مما لم يكن عندك، نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، بأن يكون قلبك حاضرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله
لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه، فليكن قلبك حيا يقظا غير غافل ولا لاه. أطب مطعمك ومشربك وغيرها، فإن هذا من قام به استجيب دعاؤه. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجيب لذلك؟ ادعو الله عندما يصيبك الضر أو غيره، وعند طلب أي خير، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك ذلك دون سواه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته، يعني الله عز وجل كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. أكثر من هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقد كانت هذه الدعوة هي أكثر دعوة يدعو بها صلى الله عليه وسلم. ارفع يديك في الدعاء، إذا دعوت ارفع يديك إلى الله عز وجل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. ادعو الله لأبيك وأمك بالمغفرة والرحمة، ولإخوانك بظهر الغيب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا لأخي بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. ادعو الله للمؤمنين واستغفر لهم كما قال: واستغفر لذنبك والمؤمنون والمؤمنات. وإذا سألت الله عز وجل فادعوه سائلا الفردوس الأعلى كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس. واحرص على الدعاء بالدعوات التي جاءت في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما جاء في حديث ابن عباس وكان يدعو في صلاته: اللهم اجعل في قلبي لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي نورا، واعظم لي نورا. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرة التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي موسى: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرعت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا وأنت على كل شيء قدير. واذكر أذكار الصباح وأذكار المساء التي فيها سيد الاستغفار، واستعذ بالله بأحد الاستعاذة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. من أنواع الدعاء العبادة أيضا التوبة إلى الله، وقد قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك يا أخي المسلم، أكثر من التوبة، أكثر من الإنابة إلى الله عز وجل، وحقق شروط التوبة، فتب إلى الله من جميع الذنوب. وإذا أذنبت ذنبا فتب إلى الله فورا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني لأتوب إلى الله تعالى في اليوم 70 مرة. فيا أخي المسلم، أكثر من التوبة كل يوم، كما كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه. وقد قال: وإني والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. حاول أنك كل يوم تقول: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، 70 مرة كما كان عليه الصلاة والسلام. أيضا أكثر من التوبة في المجلس الواحد، إذا جلس في مجلس، بعض الناس يجلس في مجلس مثلا زواج، في مناسبة، نعم، ف
اهتم بهذا المجلس وافعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. فلا يفوتنك هذا. واعلم أيها العبد أن الله يفرح بتوبة عبده، إذا تبت فرح جل وعلا بتوبتك سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فله. فأكثر من التوبة، واعلم أن الله يبدل سيئات التائب حسنات، كما قال تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وحقق شروط التوبة، وهي الندم على ما فات، الندم على فعل معصية، عملت معصية فندم، يقول عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. وأقلع عن الذنب فورا، واعزم على عدم العودة لذلك الذنب. وإذا كانت المعصية بينك وبين العباد فرد المظالم إلى أهلها أو استحللهم ليعفو عنك. وإذا تبت فأبشر بالخير، فإن الذنوب تذهب عنك بفضل الله وبرحمته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فسارع إلى التوبة. من أنواع العبادة الخشية، كما قال تعالى: فلا تخشوهم واخشون. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فكن ممن يخشى الله ويخافه أشد الخوف ويقبل عليه ويحبه سبحانه وتعالى. وعليك أيها العبد أن تهتم بجانب الخشية من الله عز وجل. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. واهتم بخشية الله في الغيب والشهادة، لأن بعض الناس إنما يخاف الله ويخشاه أمام الناس، لكن إذا خلى بالمحارم انتهكها بين 4 جدران. نعم. ولذلك اتق الله عز وجل وكن من يخشى الله بالغيب. وقد قال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقال: الذي إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فإذا كنت وحدك ما عندك أحد وعرضت لك معصية أو شيء محرم فانتبه، اتق الله، قل: إن الله يراني، إنه مطلع علي. وأيضا اسأل الله، قل: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، لأنه عليه الصلاة والسلام سأل ذلك. واجعل خشية يوم القيامة في حسابك، لأن هذا اليوم يأتي وستحاسب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وكن أيها العبد من 7 الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم كما قال عليه الصلاة والسلام: رجل ذكر الله خاليا، يعني وحده، ففاضت عيناه خوفا من الله وإقبالا على الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله وقطرة دم تهرق في سبيل الله. ولذلك يا أخي المسلم، كن من يخاف الله بالغيب وتنبه لهذا الموضوع، فإن الله مطلع عليك في كل لحظة، سواء كنت وحدك أو كنت مع جماعة كزملاء، أو كنت في مكتب، أو كنت في بيتك، أو كنت في غرفة النوم. نعم. فتنبه ووفقك الله. من أنواع العبادة التوكل على الله والثقة به، وأن الله كافي العبد، كما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى لرسوله:
فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أخي المسلم، يجب عليك أن تتوكل على الله بأن يعتمد قلبك على الله في كل أمورك، كما قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويشرع لك عندما تهدد من غيرك أو من عدوك أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقد قال ابن عباس عن هذه الآية: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وتعلم أيها العبد أن الطير متوكل على الله، وكذا بقية الحيوانات في رزقها، فتوكل على الله في رزقك واعلم أن الرزق بيد الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخي المسلم، قم بفعل الأسباب التي هي أسباب مع توكلك على الله، وأن تعتقد أن هذه الأسباب أسباب لا تستقل بشيء ولكنها سبب، وأن الأمر بيد الله فهو خالق الأسباب والمسببات. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. شيء كتب عليك لا بد أن يصيبك، شيء لم يكتب عليك لن يصيبك مهما اجتمع العالم ضدك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واجتهد أيها المسلم أن تكون من 70,000 الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يستنقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فكن من هؤلاء المتوكلين وفقك الله. وإذا حصل في نفسك شيء من الطيرة فتوكل على الله، فإن الله يذهب ذلك عنك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. فأنت توكل على الله في أمورك كلها، وانتبه وفقك الله حتى يكون قلبك معتمدا على الله، وأن تكون قائم بالأسباب التي هي أسباب، وأقبل على الله عز وجل. من أنواع العبادة الخشوع والخضوع والتذلل لله والرغبة فيما عنده. نعم، وقد قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيا أيها الحبيب، أقبل على الله واخشع لله في صلاتك، وكن خاضعا لله متذللا راغبا فيما عنده. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف الوالدين نهر جار من الحسنات لا ينقطع بانقطاع الحياة. ساهم بما تجود به نفسك لك ولوالديك.